تواصلي من اجل البوح والحكي والفضفضه لمشاكلنا اليوميه في العلاقات الاسريه والغوص في عمق الحياه النفسيه والاجتماعيه. عمق الحياه النفسيه والاجتماعيه. كلام طيب، فضاء حر لكم مستمعينا الكرام مع الدكتور طيب كريبان. طيب كريبان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أيها الأحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا اليوم عن نعمة الإنجاب ونعمة الأولاد وأيضاً أجر وتواب من فقد فلدة كبده ربنا سبحانه وتعالى تجلى علينا بالنعم وتجلى علينا بالعطاءات والإمدادات التي لا تعد ولا تحصى وإن تعد نعمة الله لا تحصوها ولعل من أبرز هذه النعم هي نعمة الأولاد ونعمة الخلفة قال جل جلاله: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. هذه النعمة يعطيها الله تعالى لمن يحب من عباده. وهي تجلي لوصف من اوصاف الذات الالهيه وصف الوهاب الله وهاب يهب لمن يشاء اناثا ويغب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما ربنا سبحانه وتعالى يتنزه في ملكه ويقسم القسمه على عباده والمؤمن الصادق المخلص دائما يمد يديه الى ربه وما اعطاك الله عز وجل فهو خير وما نزعه منك فليس لك الا الصبر والاحتساب الله تعالى يعطينا نموذج لهذه القسمه يهب لمن يشاء اناثا بدا بالاناث طبعا لان لهن فضل كبير وعاده الناس يفضلون الذكور لأن الذكر يحمل الاسم وأيضا يحمل السيف وينكأ العدو فيرغبون الناس في, في المولود الذكر إلا أن الله تعالى رغبنا في الإناث وجعل الرزق مقرون بخلفة البنات فقال يهب لمن يشاء إناثا هناك من الأنبياء والمرسلين من ربنا عز وجل لم يعطه إلا البنات كسيدنا شعيب عليه السلام اعطاه الله تعالى خلفه البنات فقط. وهناك من الانبياء والمرسلين من اعطاه الله تعالى فقط الذكور. كسيدنا ابراهيم الخليل عليه السلام. لما كبر اعطاه الله تعالى سيدنا اسماعيل ثم زاده اسحاق نافله. وكان يقول الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي لسميع الدعاء. يهب لمن يشاء اناثا ويذهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا هناك من يعطيه الله تعالى خيرا من الذكور وخيرا من الاناث كما وقع لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اعطاه الله تعالى اربعه من البنات وثلاثه من الذكور ويجعل من يشاء عقيمه هناك من يختار له الله تعالى ان يبقى بلا اولاد إنه أمر الله لا اعتراض عليه ومن الأنبياء ممن لم يرزقوا بالأولاد منهم سيدنا يحيى عليه السلام كان سيدا وحصورا حصورا أنه منع من الزواج حصر عن الزواج وكذلك سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام رفعه الله إليه في بداية 30 من عمره ولم يتزوج فهي قسمة من الله سبحانه وتعالى يعطي لمن يشاء من عباده ما يشاء الا ان الانسان اذا حرم من الانجاب له ان يتبع الادويه ويتبع الوصفات الطبيه ولكن احيانا قد لا تفلح هنا ياتي دور الدين يدخل ويحضر قويا في حياتنا الاشياء المعقده والاشياء التي تبدو مستحيله في العلم وفي الطب وغيرها انها مقدور عليها في الجانب الديني كلما حضر الدين هو يزيح كل الموانع ما في موانع ما, ما تقول يكن هناك مانع او هناك صعوبه او هناك مستحيل مع الدين كل شيء ممكن لان فيه يتدخل تتدخل الاراده الالهيه والرحمه الربانيه والعنايه الشامله وهو سبحانه وتعالى قال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويرزق من يشاء بغير حساب كمثال على ذلك انه في عهد نبي الله موسى عليه السلام وجد امراه كانت عاقرا اكثر من عشر سنوات هي متزوجه ولكن لم ترزق بالحبل ولا بالانجاب في البدء استشارت الاطباء وذهبت عند الصيادله والمعالجين وقدموا لها كل ما في وسعهم لكن بدون نتيجه. اضطرت هذه المراه ان تسلك كل الطرق المباحه والغير المباحه حتى كادت تتعلق بالاوتان وتتعلق بالخرافات. فقال لها احد الابرار قال لها عليك بالدعاء كلما وجدت صالح من الصالحين اطلبي منه الدعاء. طبعا صالح حي وليس صالحا ميتا. بعض الناس يقصدون القبور الميته يدعونها ودعاء الميت لا يجوز وانما ندعو الله سبحانه وتعالى وممكن ان نستعين بالاحياء نطلب منهم الدعاء كما كان يفعل الصحابه مع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وبعده صاروا يفعلونه مع العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فالدعاء من الصالحين ممكن هذه المراه كلما وجدت صالحا طلبت منه ان يدعو الله لها اذا رات فيه سمات الصلاح كان ساجد او راكع او سمته تدل على انه متدين تقول ادعو الله لي. لكن دعا الناس لها كثيرا دون النتيجه. في يوم من الايام وهي تسير تتامل في ملكوت الله حزينه منكسره اذا بها تلتقي بنبي الله موسى عليه السلام. وطبعا سيدنا موسى هو الكليم يتكلم مع الله جل علاه مباشره فقالت له يا نبي الله موسى التمس منك ان تتوسل لي الى الله اطلب لي ربي عز وجل ان يكرمني بالحمل اريد الحمل اريد اولاد اريد بنات اريد ان اشعر بالامومه اريد ان ارضع اريد ان اشعر بالنفاس يا نبي الله انت حبيب الرحمن وأنت عند الله وجيه وأنت عند الله كريم وربنا عز وجل يكلمك مباشرة ادعو الله لي. سيدنا موسى ذهب عند ربه وكان كلما أراد أن يكلم ربه كان يختلي ويضع إزار على رأسه ويشتو على ركبيه ويرفع يديه إلى السماء ويناجيه لا إله إلا أنت لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا رحمن يا رحيم يا ودود يا كريم فيقبل عليه الله تعالى يقبل عليه قال ماذا وراءك يا موسى قال يا رب تلك المراه لقد طلبتني واستعطفتني ان التمس منك ان تكرمها بانجاب بولد كما اكرمت الناس هذا امر يسير عليك يا رب العالمين وانت الخالق وانت الوهاب فاجاب الله تعالى نبيه وكلمه موسى قال له لقد سبق في علمي ان هذه المراه عاقر وقد كتب الكتاب ورفعت الاقلام وانتهى الامر انها عاقر لن تلد ابدا رجع سيدنا موسى اسفه والتقى بالمراه وقال لها الحوار الذي دار بينه وبين ربه جل وعلا المراه لم تياس قلت له يا موسى ارجع ارجع الى ربك لعله 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 يغفر لعله يتجاوز لعله يرحم فذهب موسى عليه السلام مره ثانيه وكالعاده اذا اراد ان يكلم ربه يضع ذلك الدثار على راسه مستترا ويشتو على ركبتيه ويرفع يديه ويناجيه لا اله الا انت الرحمن الرحيم اللطيف بالعباد يناديه سيقبل عليه الله تعالى ماذا وراءك يا موسى قال يا رب تلك المرأة تبكي وقد آلمتني يا رب أرزقها بمولود إنك على كل شيء قدير فقال يا موسى ألم أخبرك بأنه سبق في علمي أن هذه المرأة لن تلد وقد كتب في اللوح المحفوظ أنها عاقر ورفعت الأقلام وجفت الصحف وانتهى الأمر سيدنا موسى طاطا راسه مستحيا ورجع الى المراه اسفا يقول نفس الكلام المراه تبكي وتقول يا موسى ارجع الى ربك لعله لعله وبقيت تستعطفه حتى اقنعته ان يعود للمره الثالثه عاد موسى فعل نفس صنيعه ولم يسمع الا نفس الجواب فرجع الى المراه وقال لها يا امراه عليك بالصبر قد أرجع الى ربك المره الرابعه قال استحي استحي ان اعود الى ربي ثلاث مرات وانا اذهب اليه اصبري واحتسبي وانصرف موسى عليه السلام عن المراه ومرت الايام ومرت الاسابيع ومرت الشهور ودار العام وبينما نبي الله موسى عليه السلام يمر من نفس البلده اذا به يرى تلك المراه يراها وعيناها تطفح بالسعادة وهي تحمل جنينا طفلا صغيرا رضيع وصورته جميلة مثل القمر والناس يتزاحمون عليه في الأسواق يرون ذلك المولود ويقول سبحان الله ما أجمله سبحان الله ما أكرمه فتزاحم موسى عليه السلام مع الناس وأقبل على المرأة قال يا امرأة هل أنت التي كنت تلتمسين الدعاء للإنجاب أي نعم يا نبي الله وقبلت كتفه ووقفت أمامه مستحية قال لها من هذا الغلام قلت لإنه ابني لقد أكرمني ربي وقد حبلت وقد أنجبت وأعطاني المولى سيدنا موسى لم يصدق قال إن ربي عز وجل دعوته ثلاث مرات متتاليات وكل مرة يقول لي لقد سبق في علمي أن هذه المرأة عاقر ولن تلد وقد كتب في اللوح المحفوظ هذا الامر ورفعت الاقلام وجفت الصحف وانتهى الامر قالت والله انه ابني لقد حبلت ويسر الله الامور وانجبت واعطاني المعطي سيدنا موسى لم يصدق اراد ان يتاكد ورجع كعادته الى الخلاء بعيدا عن انظار الناس واراد ان يكلم ربه وضع كالعاده ذلك الدثار على راسه مستحيا جت على ركبتيه وبدا يناجي ربه يا الله يا الله يا كريم يا ودود فاقبل الله عليه قال يا رب اني في حيره من امري هل فعلا تلك المراه حبلت وانجبت ام انها تكذب علي فاجابه المولى سبحانه وتعالى لا يا موسى انها صادقه وانها فعلا قد حبلت وانجبت وقد وهبتها الولد المطلوب. قال يا رب الم تخبرني بانها قد سبق في علم الله وكتب في اللوح ورفعت الاقلام وانتهت انتهى الامر؟ قال اي نعم يا موسى اخبرتك بذلك. لكن هذه المراه لكن هذه المراه لم تيأس من رحمتي. ظلت تناجيني بالليل. تقول يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين فغلب ارحم الراحمين قدري هذه الكلمه الطيبه ارحم الراحمين تغلب القدر القدر ولو كان مكتوب ومسجل ورفعت الاقلام وجفت الصحف وانتهى الامر لن ينتهي الامر هذه الكلمه الطيبه المباركه تناجي رب العالمين وتقول يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين ملك من السماء يقول لك ان ارحم الراحمين قد اقبل عليك اساله ما تشاء فهذه الواقعه ايها الاحبه الكرام تعطينا دليل انه لا ينبغي ان نيأس ابدا من رحمه الله الواسعه حتى ولو كان الطب يقول لك بانه لا يمكن حتى ولو العلم والمعرفه والقواعد المنطقيه كلها تقول لك لا اعلم بان الله تعالى يقول لك نعم لان الله عز وجل على كل شيء قدير يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويرزق من يشاء بغير حساب. فالاولاد نعمه عظيمه مباركه اذا اعطاك الله الاولاد فهذا رزق وفير وكل مولود ياتي برزقه كل مولود رزقه هو هو في عنقه لما ياتي الله تعالى يفتح لك ابواب الارزاق لكن كما يكرم العبد المؤمن بالعطاء قد يبتلى بالسلب والعياذ بالله نسال الله السلامه والعافيه اكيد ان الكثير من الساده المتابعين لنا عاشوا تجربة مريرة بفقدان الاولاد، هناك من فقد اولاده وقد قد قد يشعر بنوع من الاسى وهناك من يشعر بالصدمه. وهناك ادبيات معروفه باللغه العربيه وايضا باللغه الفرنسيه والانجليزيه لبعض الامهات والاباء يناجون الذات الالهيه. منهم مثلا من من يعترض لماذا يا رب اخذت مني ابني؟ لماذا اخذت مني فلدة كبدي في الحديث النبوي الشريف مرة احد الصحابة هو حديث عهد بالاسلام زوجته وضعت ابنا فقالت له يا هذا احمل الصبي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليباركه ففعل الرجل واخذ الصبي لا زال رضيع الى رسول الله قال يا نبي الله انت رجل فاضل أنت حبيب الرحمن وأنت البشير أنت النذير أنت خير البرية وصار يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله خذه بين يديك وباركه لي النبي الكريم أدنا للمولود في أذنه اليمنى وأقام له الصلاة في أذن اليسرى ووضع يده على ناصيته ليقرأ وكأنه توصل برسالة من السماء فقال في دعائه اللهم اجعله شفيعا اللهم اجعله شفيعا، اللهم اجعله شفيعا، ثم اعطاه لوالده. ذهب الوالد بالمولود فرحا مسرورا وقال هذا المولود مبارك لقد باركه النبي خير البشريه صلى الله عليه وسلم. ولكن بعد مده اصاب الولد مرض وبدا يتفاقم وما هي الا ايام معدودات حتى لفظ انفاسه ومات. مات المولود وحزن الأب وحزنت الأم وساد الحزن كل أفراد الأسرة والعائلة وصبروا أمر الله هذا معنا لا نقول أي شيء ومرت الأيام والأسابيع والشهور فحبلت المرأة نفس المرأة حبلت أعطاها الله مولود آخر ولما وضعته قالت له يا هذا خذ خذ هذا الصبي وأحمله إلى رسول الله ليباركه فزوجها أخذ الصبي وذهب وهو متردد لكي يبارك له النبي صلى الله عليه وسلم هذا المولود. فلما وصل قال يا نبي الله هذا رزق اخر اعطاه الله لي باركه. النبي الكريم فعل معه كما فعل مع الاول اذن له في اذنه اليمنى واقام له الصلاه في اذنه اليسرى ووضع يده على ناصيته وصار يدعو له ثم قال اللهم اجعله شفيعا. اللهم اجعله شفيعا اللهم اجعله شفيعا ثم بعد ذلك انصرف الرجل لما ذهب الى بيته فرحا مسرورا لكن للاسف بعد ايام الطفل اصابه مرض شديد وحمى شديده وما هي الا ايام معدودات حتى لفظ انفاسه الاخيره فمات فتشاءم الرجل تشاءم وقال اي نبي هذا نقول نبي نبي ورسول ويبارك لقد حملنا له أولادنا فأصابهم ما أصابهم لقد ناجوا بين يدينا أي نبي هذا وصار يقول في نفسه كلام كلام فيه مس بكرامة سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم تلك الليلة لما اشتد معه هذه الهواجس نام نومة عميقة وحزين إذا به يرى رؤيا منامية مخيفة راى كان القيامه قد قامت وان الناس بعثوا من قبورهم راهم قد بعثوا في ارض غير هذه الارض في ارض فلات خاليه ثم راهم يخرجون من قبورهم ينفضون عنهم التراب والناس حفاة عراة ثم راى الشمس البعيده تقترب من الناس حتى تبقى ما بينه وبين الناس الا مقدار شبر او ذراع والناس ينتظرون واليوم طويل طويل جدا ليس كايام الدنيا وان يوما عند ربك كالف سنه مما تعدون اليوم طويل والشمس قريبه من الرقاب وليس هناك ظل نستظل تحته ولا شراب نشربه والناس شعروا بالعطش وشعروا بالعياء والعرق يتصبب من الجبين منهم من وصل اليه العرق في اخمص قدميه ومنهم إلى ركبتيه ومنهم إلى حقوه ونصفه والناس بدأوا يرون مشاهدا مخيفة يوم القيامة وكل منهم يتمنى أن يلج إلى باب الجنة هناك باب الجنة والناس يتمسكون هذا بصلاته وهذا بصيامه وهذا يتوسل بحجه وعمرته وهذا ببره بوالديه وهذا بصلة رحمه وذاك الرجل شهد المشاهد المرعبة وقال أن بماذا سوف أتوسل من سوف يحملني والتفت خلفه فراى زوجته وراى بقيه افراد اسرته كلهم كل يقول نفسي نفسي من ينقذنا؟ من يدخلنا الجنه؟ فاذا بالطفلين الصغيرين اللذين فقدهما يظهران له وكانهما ملكين نورانيين مباركين فقالوا سمع من يقول انه ابوكم وإنه ولي أمركم أدخلوا الجنة قالوا لن ندخل الجنة حتى نأخذ أمنا وأبانا في أيدينا وبقية أفراد أسرتنا فصارت الطفلين الصغيرين يأخذان بالأب ويدخلانه الجنة بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب ثم يأخذان الأم ويدخلنها الجنة ثم يبحثون عن من زل قدمه أو قل عمله من العائلة والمقربين الأحباب وأدخلوهم الجنة والرجل فرح فرحا عظيما فاذا به يسمع النداء للفجر حي على الصلاه حي على الفلاح الصلاه خير من النوم الصلاه خير من النوم قام الرجل فزعا وكله يتصبب من العرق فقال يا امراه لقد رايت رؤيا غريبه وقص عليها الرؤيا فقال انما قاله محمد بن عبد الله انه لصدق واني لاشهد انه رسول الله لقد دعا بالطفلين وقال اللهم اجعلهما شفيعا اللهم اجعلوا شفيعا وقد رأيت بأم عيني مقام الشفاعة للطفلين يوم القيامة الله تعالى طواله الزمان والمكان وأراه هذه المشاهد مرت السنة فحبلت المرأة ووضعت مولود جديد فأخذه الرجل فرحا مسرور وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا نبي الله ها هو ذا لقد اعطاني ربي مولود اخر باركه لي سيدنا النبي كالعاده يؤذن في الاذن اليمنى ويقيم الصلاه في الاذن اليسرى ثم اخذ بناصيته وصار يدعو له وقال اللهم اجعله من اهل القران واجعله مجاهدا من المجاهدين دعا له ان يكون من اهل القران وان يكون من المجاهدين في سبيل الله والرجل قال يا رسول الله قل قل شفيعا, قل شفيعا قل شفيعا قل شفيعا قال لا هذا سيكون ان شاء الله من الحفظه للقران العظيم ومن الذين يحملون لواء الاسلام وفعلا ذلك الولد اعطاه الله صحه وعافيه ونبت نبتا حسنا وان الله تعالى نشاه مباركه ولما كبر صار من الحفظه حفظه القران العظيم وقيل بانه خرج من صلبه عشرة من الأولاد يحفظون القرآن العظيم وقيل بأنه كان من المشاركين في كل المعارك والغزوات مجاهدا من الفرسان وقيل بأنه لم ير بأسا ببركة دعوة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كل هذه الأمور أيها الأحباب الكرام تعطينا انطباع وهو أننا لو اطلعنا على الغيب لعلمنا ما فعل ربنا إلا خيرا كلما اطلعت على الغيب لو كشف الله لنا ستر الغيب ما الذي سوف يقع لن تدرك الا بان الله عز وجل يفعل الخير ويكفي ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكر هنا قصه واقعيه وقعت في احدى البلاد ان امراه دائما يسقط لها الجنين ما يسمى بالسقط كل مره يقع لها الجنين ويسقط و و وكانت تنكرت وقالت لما يقع لهذا؟ لماذا ربي يفعل بهذا؟ الناس كثر، ملايين البشر، لم لو الا انا؟ فحاولت الانتحار من شده هذه الماساه. اخذت ذراعها واخذت ماده حاده وقطعت العرق، لكن العائله انقذوها. فلما استيقظت من سباتها وجدت نفسها في المصحه، لقد انقذوها في الانعاش. لكن لما انصرف العائلة أزالت كل الخيوط وأرادت أن تقفز من أعلى النافذة والمصحة في الطبق الثالث فقفزت من أعلى النافذة تريد الانتحار فسقطت على متن سيارة والسيارة حمتها فلما استيقظت وجدت بأنها كلها مكسورة فيها كسر هنا في دراعها وفي فخذها وفي عنقها والناس قد أنقذوها فقالوا هذه هذه مريضة بمرض نفساني تريد أن تنتحر جاءوا بالحراس لكن أحد العلماء والفقهاء قال لها يا امرأة أنا سأقيل لك كلام إذا أقبلته ففعلي ما وحكى لها مثل هذه القصص التي وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كيف أن ذلك المولود الذي فقدناه في الصغر يعطيه الله تعالى مقام الشفاعة يبعثون ربنا يقول لهم ادخلوا الجنه بلا حساب ولا عقاب فيقول يا رب لن ادخل الا وامي وابي في يدي لانهما اولياء نعمتي وربنا عز وجل كما قال في الحديث القدسي اذا فقد احد الناس اولاده يقول الله تعالى لجبريل يا جبريل هل اخذتم فلدة كبد عبدي فيقول نعم يا رب اخذناه هل اخذتم قره عينه يقول يا نعم يا ربي اخذناه فيقول وماذا ماذا ماذا قال عبدي؟ قال يا ربي حمدك وشكرك هذا عبد المؤمن حمدك وشكرك ولم يتافف فقال يا جبريل ابنوا لعبدي قصرا في الجنه وسموه بيت الحمد. الجنه هي كبيره فيها بيوت كثيره واعظم البيوت هي بيوت الحمد توجد في بؤبؤ الجنه. تتراءى انوارها من بعيد فالمؤمن لما يدخل الجنة كل واحد منا سوف يذهب إلى بيته مباشرة ويجد الباب مفتوح ويدخل مباشرة إلا من فقد أولاده في الحياة هذا لما يدخل إلى يعطيه قصر عظيم تتلالى أنواره وهو أكبر حجما وأجمل منظرا من غيره لكن ما عنده مفتاح كل البيوت مفتوحة إلا بابه مغلق فيستحي ويطرق الباب يطرق الباب يستفتح ثم يرى الباب يفتح يفتح الباب من الذي يفتح له إنه ابنه أو ابنته التي فقدها في الصغر كل من فقد أولاده في الحياة ربنا يعطيها له من جديد فيرى ذلك الابن ومن خلفه يرى الله سبحانه وتعالى مباشرة رأي العين يرى الله رأي العين يراه مبتسما ويخاطبه مباشرة ويقول يا فلان هذه وديعتك أعدناها إليك خذها بين يديك فيفرح العبد المؤمن ويعانق فلدة كبده ويحمد الله تعالى على هذه النعيم فالمؤمن أيها الأحباب الكرام عليه دوما إما أن يكون شاكرا عند العطاء وإما أن يكون صابرا عند البلاء ها هو المؤمن إذا أعطاك الله أولاد وأعطاك الله خير وبركة فأشكر أكتم الشكر ولئن شكرتم لأزيدنكم واذا لا قدر الله لا سمح الله ابتلاك الله ببلاء اصبر اصبر فان العوض عند الله تعالى سيكون كثير واذا اعطاك ادهشك هذا هو المؤمن عند النعمه يشكر وعند البلاء يصبر واذا ما اخطا في حق الله او في حق نفسه او في حق الناس يستغفر كثير الاستغفار فنسال الله سبحانه وتعالى العلي القدير ان يحفظ اولادنا واولادكم وبناتنا وبناتكم ويجعلنا من عباده الصالحين انه سميع قريب مجيب والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عدنا اليكم مستمعي الافاضل يسعدنا ان نفتح خطوطنا الهاتفيه للتواصل معكم أرقامنا كالعادة 05 22 88 000 60 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05 22 46 72 50 أو 51 أو 52 السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والإشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.